نور، رح ننتقل لمساحتنا الطبية لليوم، ويتعرض الكثير من الأشخاص لتناول كمية كبيرة وأيضا وجود هرمون الاستروجين نتيجة عدة عوامل، منها وجوده بالطبيعة، طبيعة الجسم والغذاء الذي نتناوله. أكيد أريج، مثل هذه الهرمونات حصار كبير تشكل لنا نحن النساء في كل مكان، ويصبح في غاية من الخطورة والضرر الذاد في الجسم على المعدلات الطبيعية، لأنه يقود إلى حدوث خلل في الخلايا ويسبب الإصابة بأنواع من السرطانات. للوقوف أكثر إلى أي مدى يؤثر الهرمون ويمكن أن يكون سبب من مسببات سرطان الثدي، عند النساء معنا الدكتورة تغريدة حمود، أخصائية بالأمراض النسائية والغدد. يسعد صباحك. داخلية. نعم. والغدد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتورة، كيفكم؟ الحمد لله مستائين. هلا فيكي دكتوره. دكتوره، بالبدايه حابين نعرف الى هي حد يمكن هرمون الاستروجين عم يكون مسبب رئيسي لسرطان الثدي؟ هلا طبعا هو سرطان الثدي له انواع مختلفه، كلنا بنعرف انه هاي الفتره يعني عم نهتم كلنا فيه بسبب انه صار هو السرطان الاول عند النساء. وسرطان الثدي بيتقسم لاكثر من نوع. هلا احد هالانواع هي سرطان الثدي المعتمد على الاستروجين، او بنقول له المعتمد على الهرمون. يعني احد اسبابه هو هرمون الاستروجين، الاستروجين اللي هو الهرمون الانثوي يلي الانثى بشكل طبيعي بتفرزه من جسمه. تمام موجود بالجسم. اذا هو موجود بالجسم بشكل طبيعي، هو طبيعي. الهرمون الانثوي مثل التستوستيرون هو الهرمون الذكري، الاستروجين هو الهرمون الانثوي. طبعا بالحاله الطبيعيه هي الانثى قبل ما تدخل بسن ما بعد انقطاع الدوره الطمسيه بينفرز الاستروجين من الاعضاء التناسليه. طبعا وفي بنقول عنه نحن التحول المحيطي. هلا التحول اللي بيهمنا نحن انه اللي بينتج من تحول الاندروجينات الذكريه او الكظريه هي اللي بتعطينا، او التستوستيرون الذكري هو اللي بيعطينا الهرمون الانثوي عن طريق من الا عمليات التعطير او بواسطه انزيم من الا الاروماتاز. اذا هو اللي بيحول الاندروجينات الذكريه هو اللي بيحولها لهرمون انثوي، هي بالحاله الطبيعيه. هلا طبعا المعنى الانثى معرضه للاصابه بهذا النمط من السرطان ممكن يكون هي خلال حياتها التناسليه ولما بيكون عندها دوره طمسيه، وممكن المعنى تتعرض له بعد ما تنقطع عندها الدوره الطمسيه بسبب التحول المحيطي. هلا نحن اللي بيهمنا انه نحكي انه طب ليش بعد ما بتنقطع من وين عم يجي، مثل ما قلنا انه من وين عم يجي الهرمون. اذا بشكل اساسي اللي بيصنع الهرمون الانثوي بعد انقطاع الدوره الطمسيه هو النسيج الدهني والعضلات، النسيج الدهني اللي موجود بالبطن والنسيج الدهني يلي موجود بالثديين. اذا النسيج الدهني اللي موجود بالثدي هو احد العوامل، اذا كان موجود بكثافه كبيره. طبعا في عنا عوامل ثانيه بتتدخل رح نحكي فيها، مو كل انثى عندها نسيج ثدي كبير او عندها بدانه هي يعني بشكل اكيد رح تطور سرطان ثدي، لا في عوامل ثانيه بتتدخل. اذا هدول النساء معرضين اكثر انهم ينصابوا بسرطان الثدي. اذا دائما في دراسات عم تربط ما بين كتله الجسم، يعني قديش نحن عندنا زياده بوزن الجسم، وما بين تطور سرطان الثدي. وحتى يعني بسبب يعني طبعا هذا الشيء تطور من حوالي 20 30 سنه، ببدايات السبعينات تطور انه نحن صرنا فعلا انه كل ما كانت الانثى وزنها نازل كل ما هي خف عندها تركيب هرمون الاستروجين، سواء كانت بسن النشاط التناسلي او بعد مثل ما بنقول بسن الياس او بعد سن انقطاع الدوره الطمسيه. طيب دكتوره، في كثير من السيدات مثل ما قلتي بعد يمكن سن الياس بياخذوا نوع من الادويه هي تعويض عن الهرمونات، قديش كمان هي الادويه بتلعب دور فينا نقول؟ هو رح جاوبك على هذا السؤال، بس قبل بدي احكي سؤال اكيد الناس عم يفكروا فيه، انه طب ليش الاستروجين عم يسبب السرطان؟ انه ليش نحن اذا عندنا زياده بافراز هالاستروجينات عم تسبب سرطان؟ هلا الحقيقه الاستروجينات يلي بتنفرز نحن عندنا اياها بتكون كميتها لازم تكون طبيعيه، يعني ضمن حدود طبيعيه. لما بيكون في عندنا نسيج دهني زايد وخاصة ضمن الثدي، ضمن نسيج الثدي، هالنسيج الدهني الزايد بده يصير عنا يركب كمية أكبر من الأستروجين، كمية أكبر من الهرمون الأنثوي، بحاجة لكمية يلي هالكمية الكبيرة بدها تفوق قدرة الخلية على إنه هي تحطمه وتتخلص منه. فشو بتعمل فيه؟ بيصير ما بتقدر إنه تتخلص منه بالشكل الطبيعي، فبيتحول لمركبات. هاي المركبات هي اللي بتجي وبتتثبت على الـ DNA
وبتعمل خلل فيها وبتسبب تكون خلايا شاذة. هاي الخلايا الشاذة هي اللي بتكون النواة الأساسية لتكون سرطان الثدي. وهون بقى منصير نحن بكتر ما زاد عنا نسيج الثدي، بكتر ما زاد إفراز الهرمون الأستروجين، بكتر ما كان عامل معزز ومساعد لنمو هالسرطان. تمام؟ هي هو آلية إنه فقط هذا بالسرطان الثدي المعتمد على الهرمون أو المعتمد على الأستروجين. طيب الأدوية المعوضة عن الهرمونات طبعاً هذا كمان سؤال كتير مهم وحلو، إنه كتير في نساء مثلاً، في نساء ممكن يصير في عندها انقطاع طمس مبكر يعني بالأربعينات، بـ42 بـ43، هن بيحبوا إنه يضل في عندهم دورة طمسية. هلا هن بياخذوا أستروجينات معيضة بنسميها، يعني خارجية، مشان حتى تساعدهم إنه ما يشكوا من الأعراض اللي بتنتج عن انقطاع الدورة الطمسية، وخاصة مثل ما بنعرف كلنا الهبات الساخنة، خطر حدوث الاختلاطات القلبية الوعائية، يعني في كتير شغلات، التغيرات النفسية اللي بتصير في عندها. فكتير نساء وبيحسوا إنه لا، إذا ضلت عم تجي دورة هذا بيكون أفضل لجسمهم، لذلك بيلجأوا للمعالجة المعيضة بالهرمون. أنا برأيي إنه يعني أنا قناعتي الشخصية بجوز ما تكون، ممكن إذا كانت الأعراض الناجمة عن انقطاع الدورة الطمسية إذا كانت كتير شدتها قوية، ممكن نلجأ لهي المعالجة المعيضة طبعا تحت إشراف طبي مع مراقبة سنوية. هي نقطة كتير مهمة، تحت طبعًا إشراف طبي، مو طبعًا إنه ما بصير إنه أنا سمعت جارتي أو رفيقتك استعملت هيدا الدواء ممكن أنت تستعمليه. وهي أصلا الأدوية المعيضة الهرمونية هي أدوية بتكون فيها نسبة الأستروجين بنسبات يعني نسبته كتير بتكون تركيزه محدود فيها، يعني جرعة الدوائية تبعيته محدود. مثل ما قلنا إذا بدنا ناخذ هالهرمونات المعيضة لازم سنويا نتابع الثدي بإجراء ماموغرافي، بإجراء فحص ذاتي، بإجراء إيكو، ولازم نتابع كمان هي بتسبب سرطان تاني يلي هو سرطان بطانة الرحم الهاجرة. إذا هدول السرطانين لازم إذا كنا عم ناخذ معالجة هرمونية معيضة لازم نتابعهم. نعم دكتورة، هل يوجد بعض الهرمونات أيضا بيساهم الإفراط فيها الإصابة بسرطان الثدي؟ هلأ كمان نحن بنقول إنه البروجستيرون، بس يعني مو مثل بشكل أساسي مثل الأستروجين، بشكل أقل. يعني أنا برأيي إنه رح نرجع على شغلة الهرمونات المعيضة. هلأ لما تنقطع الدورة فنحن أنا برأيي بدل ما نرجع للمعالجة الهرمونية المعيضة إذا ما كانت الأعراض شديدة، فمنلجأ نحن للمعالجة لأخذ مثلا في بعض الأغذية يلي هي بتحتوي على أستروجين، بس هذا أستروجين نباتي مو كتير مضر، يعني بالعكس بيعطينا نحن اللي محتاجين لإله. لازم نحافظ على نمط حياة، طبعا هذا الشيء فينا منقول إنه بشكل أساسي بيوقينا من سرطان الثدي. تمام، وبنفس الطريقة نحن كمان عم نخفف من تأثيرات الناجمة عن انقطاع الدورة الطمسية. فأنا برأيي إنه لا يعني إنه ركز أكثر إنه شو هي نمط الحياة اللي بتساعدنا إنه نحن إنه ما يتطور عنا. هذا اللي بسألك عنه، نمط الحياة اللي بتساعد إنه ما يتطور هيدا المرض أو ينصاب فيه أو تنصاب فيه السيدة. النظام الغذائي ده شو بيلعب دور؟ النظام الغذائي الصحي، في أطعمة يمكن بتساعد للوقاية منه، في أطعمة لا بتساهم. مزبوط هالحكي. هلا نحن ما رح نقول انه شو هي الاطعمه، اكيد اذا يعني هي الاطعمه مغذيه اذا كانت متنوعه، بس ما انه نركز على شيء معين. هلا لازم نحن نحكي نظام غذائي صحي. هلا في لازم قلنا نحن انه وجود البيئه مؤهبه يلي بتزيد من نسبه الاستروجين. مو كل النساء يلي بدينات او النساء اللي عندهم زياده بالاستروجين رح يطوروا سرطان ثدي، لانه في عنا عوامل ثانيه يلي هي عوامل وراثيه، اذا هي بتساعد وبتاهب كمان. طيب إذا منجي على نمط الحياة، إنه نحن شو هي نمط الحياة اللي بتساعدنا إنه نحن نخفف من إنه احتمال إنه يتطور عنا سرطان ثدي. هلا مثل ما قلنا أول شيء إنه لازم نحافظ على وزن جسم مو مثالي بس يكون مقبول، يعني ضمن الحدود الطبيعية. إذا لازم نقوم بممارسة تمارين رياضية، لازم نخفف من أكل الدهون وخاصة الدهون الحيوانية يلي هي يلي طبعا هي كمان هي نفسها كمان ممكن تحتوي على هرمونات، ممكن تحتوي على هرمون أنثوي. لازم نخفف نحن من الأكل الاصطناعي، الملونات، الأشياء اللي نحن ما بنعرف هي من يلي بالحالة العادية يعني ما أنا موجودة بحياتنا. السكر الأبيض، في ناس مثلا مو بتشرب شاي بالسكر، بتشرب سكر بالشاي. يعني هذا كله كمان كله مضر. لازم نحن يكون غذائنا متنوع يوميا، لازم نقوم بممارسة تمارين رياضية إذا يوميا وبشكل منتظم. غذائنا لازم يكون متنوع، بيعتمد على تنوع، على الخضار، على الفواكه، بشكل إنه نحن ما نعتمد على نوع واحد. هلا طبعا قريت أنا كتير إنه شو هي الأغذية اللي بتوقي من سرطان الثدي. لاحظت فعلا في شغلات بحياتنا اليومية نحن بجوز ما بننتبه لها، يعني مثلا الشاي الأخضر، السبانخ، الرمان، الزنجبيل، كل هاي أشياء، الشوندر،
كلها هي عم لكن لازم دكتور يكون في مرجعية لأخصائية تغذية أو حتى دكتور مختص، لأنه كثير عم يكون في على الإنترنت إنه هي النبتة أو هي العشبة أو هي الفاكهة أو بذرة ممكن يساهم بالوقاية من الإصابة بأي سرطان. كمان هالأشياء الموجودة على الإنترنت هي ما أنا من مصدر موثوق. هلا أنا برأيي إنه في مواقع طبية يلي فينا منفوت عليها وتكون موثوقة، أما في شغلات أنا يعني أنا بظن إنه إذا كان غذائنا متنوع نحن مو معتمد على شيء معين أو شيء وحيد، إنه فينا نحن إنه بالعكس يعني إنه ناخذ حاجتنا الغذائية وما إنه يتطور. هلا في شغلة لازم أذكرها ومشان ما أنساها وهي دائما ما بتنذكر حتى بالمقالات العلمية بيمرقوا عليها مرور سريع. هلا هي الشغلة إنه في عنا مواد نحن بالعكس في عنا مواد صناعية هي اللي بتحرض هرمون الأستروجين، يعني مثلا وما بتنذكر مثلا البارفانات. أغلب البارفانات عندها القدرة إنه تجي تتثبت على مستقبل الأستروجين وتحرضه وتحرض تأثيرات الفيزيولوجية تبعيته، فإذا كنا عم نستخدمها بشكل زائد عن الحد فإذا هي أحد العوامل المؤهبة لتطور سرطان الثدي. كل الأشياء اللي بتحتوي على عناصر مطاطية معنا البلاستيك الأشياء بجوز أشياء عم نستخدمها يعني الحفاظ على معدل الهرمون بالجسم لازم الوقاية من هدول التفاصيل طبعاً. يعني في أشياء بتحرض ترتبط هي بتقلد الأستروجين بترتبط بمستقبله مثل بتحرض التكاثر الخلوي وممكن تكون هي أحد خلينا نرجع نذكرهم مثل العطر هلأ البارفانات كلها يعني وخاصة في نساء يعني بتستخدمهم على جسمهم مباشرة وفي مقالات كتير بس بسبب الصناعة والتجارة يعني فما بتنذكر إنه ما بيذكروها كتير وكل الأشياء اللي بتحتوي على عناصر مطاطية الملونات كمان مو بس بسرطان الثدي وسرطان الكلية هي بتكون مهيئة طبعا يعني هي بتكون يعني كل هاي عناصر صناعية ما أنا موجودة بحياتنا. دكتورة دايما نحن ضمن صباحنا منركز على أهمية الفحص الذاتي وأيضا الفحص بالإيكو والفحوصات الثانية للحصول على كشف مبكر للسرطان وبالنتيجة يؤدي إلى الشفاء التام. هذا الموضوع قديش مهم بالفعل، خلينا نرجع نذكر كل سيدة وصبية فيه. كتير كتير مهم، هو يعني بيساعد على الكشف المبكر. أول شيء لازم نعرف أنه نحن عند النساء بعد سن 40 في يعني بعض الدول بتنصح أنه كل سنتين نقوم بعمل ماموغراف ونقوم بعمل إيكو للثديين. هلأ بشكل عام الفحص بيضل الفحص الذاتي للثدي هو الأساسي، إذا كل أنسة لازم تتفرج على المراية تحفظ كيف شكل الثديين تبعها لأنه مشان بأي لحظة تقدر تلاحظ أي تغير. هاي التغيرات اللي هي بتشمل يعني تغيرات كتير بسيطة، مثلا إذا تغير شكل الجلد وصار شكله للجلد الثدي مثل شكل قشرة الرمانة هذا لازم يخلينا نفكر انه في شيء المعنى صار بالثدي. غؤور الحلمتين، ميلان مثلا الحلمة على مثلا مو هذا الشكل الطبيعي تمام، صرنا عم نلاحظ تغير شكله، احمرار بجلد الثدي، الألم بالثديين، اذا هي احد المؤشرات اللي بدها تخلينا انه نحن نراجع الطبيب. هذا الشيء بنشوفه نحن لازم بيقولوا اسبوعيا او يعني لازم الانثى تحفظ شكل الثدي تبعها. بعدين عندنا الفحص الذاتي. اكيد الفحص الذاتي ذكرتوه اكثر من مره بالبرنامج. هي الفحص الذاتي كمان بنشكرك دكتوره تغريد حمود اخصائيه داخليه وغدد على وجودك معنا، ومثل ما قلتي اهميه الفحص المبكر عن سرطان الثدي دائما بننوه عليه ضمن صباحنا غير وضمن الشهر الوردي للحمله الوطنيه ضد مرض سرطان الثدي، لانه الفحص المبكر بيؤدي لشفاء تام. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا دكتوره كلكزو.